هدف في وقت قتل في ديربي جيبس يحرم الملعب الجيبسي من الانتصار ويلقي بظلاله على الأجواء العامة في الفريق. أسبوع صعب مر على ستايدا، الجماهير تمنع الفريق من التمارين مساء الثلاثاء، والمسؤولين يختاروا الهروب للعاصمة لإجراء تربص مغلق قبل مواجهة الإفريقي. احنا كنا على علم معناها انه بيصير ممكن شويه معناها فوضى في الحصه التدريبيه نتاع نهار الثلاث، كانت ممكن باش تمس ممكن الملعبيه ممكن حتى المدرب. اخذنا الاجراءات نتاعنا ونبهنا جمهورنا، كنا عندهم حق باش يلوموا باش كذا، لكن ما توصلش لحد الثلب ولحد الشتم. هذه حاجه اسمها كوره بطلتها ان شاء الله. اشو هذيا زعما؟ لا والله، ليه نجم انا تو نقول لك اشو مش يعني، لا بالعكس والله نحكي معاك كزادة كالم وبارد على الاخ، مي انا ما نجمش نتحمل بصراحه ولو بعد جمعه جمعتين وانا ما نجمش نرجع. تصريح اختير لعلي الهمامي مباشره بعد المباراه، وجماهير ستايدا تعبر عن غضبها ضد اللاعب. الامر يتطور ويتجاوز ذلك ويوصل حتى الاتهام بالتلاعب بنتيجه المقابله. هذا ماتش كوره ما عنده شرف الانسان يتمثل من نورمالمون ما يتمثلش. علي الهمامي تعرفوا الناس الكل في جيبس سورتو يعرفوا برشا، عاش برشا في جيبس، غلط برشا لعبات، دونك سي با فاسيل انك باش تقول معناتها علي الهمامي بايع ماتش. لا اكيد، لا احنا هوني سوليدار مع صاحبنا هذاك اخونا، اللي صار في الماتش يدور لي نجم يصير مع اي ملاعب في اي تيران في العالم. يزموش هو يسلم زاد يهبط يديه ويدعي لكون الاختش، هو داعي قال هذا يزي اخر مباراه، مباراه الدربي مش معقول زاد انت ملاعبي ما توقفش كاريرك على حاجه كي هكا. موجة الانتقادات تطال أيضا المدرب الأسعد الدريدي على ضوء اختياراته الفنية في الديربي، وفئة من جماهير الملعب الجيبسي الطالب الهيئة المديرة بإقالته. أنا واحد من الناس نحمل المسؤولية أكثرية مش لعلي الهمامي، نحملها الأسعد الدريدي اللي بصراحة الملعب الجيبسي كنا ننتظره، وعلى الورق كنا خير من مستقبل جيبس وانتدابات غاية في الروعة اللي وفرتها للهيئة، لكن ما نجمش يتصرف اللي في كتيف اللي عنده مدرب. يبدا اليوم يراني يلزم يفكر لي نجم يتقال في اتومومون، بالنسبه لي انا شيء هذا معناها سافي بارتي دو جو، انا اليوم مستعد باش نمشي اتومومون اذا قرر باش نمشي، ماهيش مشكله، ما سي با لا فان دو موند، معناها الجمعيه ما تقف لها حتى حد، وانا بطبيعتي ما زلت معناها نخدم على روحي بقدره ربي اللي جاي خير، هذا الكور. احنا ما عندنا حتى مشكله مع المدرب، المدرب فما دي زوبجيكتيف قلت لك اليوم ملعب جيبسي يخدم عليها، المدرب مع تحقق البقاء ترشح للدور نصف نهائي لكاس تونس، فما مشاركه افريقيه طيبه، فما بدايه موسم مش خايبه، الفريق قاعد يقوم باداء خارق العاده، ما فماش علاش معناتها على خاطر تعادل في مقابل الديربي باش نبدلوا المدرب. العقوبات نشوفها قاسيه، خاصه معناتها معاقبة جمهور النادي بثلاثة مقابلات بدون جمهور، ماذا بينا معناتها في الاستئناف كما صار البنجردين إن شاء الله نشوفوا بعين الاعتبار العقوبة هذه ويخففونا منها ولا يلغوها. أجواء متوترة في ستايدا زادتها عقوبات الرابطة تعقيد، فكيف سيخوض الفريق لقائته القادمة وكيف سيواجه تحدي ترشح للبلاي أوف؟ على عكس الأسبوع الصعب اللي عاشه الملعب الجيبسي، النادي الإفريقي دخل لقاء اليوم معنويات مرتفعة بحثا عن انتصاره الخامس على التوالي ومواصلة سلسلة إيجابية ما عرفهاش منذ انطلاقة موسم 98-99، هذا في غياب أبرز لاعب في تشكيلة اليعقوبي في اللقاءات الأخرى عبد القادر الوسليتي، مقابلة سبقها تكريم لأشبال الإفريقي بعد مشاركتهم المشرفة مؤخرا في بطولة دانون للناشئين بفرنسا. بدرة طيبة من هيئة النادي الإفريقي على رأس سليم، جابونا اليوم معناها للاستاد رادس باش نكرموهم، حابوا يجيو يشوفوا صغيرات، شافوا جوالات سينيور قدامهم، قلنا لهم انتوما بلاصتكم تستنى فيكم. نولي كيما الصرار. وانت شكون الملاعب اللي تحبوا لك؟ الوسليت، وعلى فكره انا لقب الوسليت. سي بيان، ils ont gagné la France, Portugal, c'est ça؟ Vous avez perdu contre la Pologne. Oui. Michel, vous apprenez. Maintenant, il faut travailler pour être plus fort, c'est tout. الشوط الاول كان في اتجاه واحد، والسيطره مطلقه للافريقي. هجوم ضد دفاع منذ دقائق الأولى، الغندري وخليفة حاولوا يباغتوا سليم الرباعي، لكن حارس ستايدا كان في كل مرة واقف مليح.
الفريق ينوع لعبه، مرة يهجم الأرقة وتوزيعة الحدادي ما يستغلهاش خليفة كيف ما يلزم. الكرات الثابتة أيضا جابت الأخطر، لكن قل التركيز تقاول عيفة تحرمهم من افتتاح النتيجة. قبل ما يتألق سليم الرباعي على إثر الهجوم المنسق لهجوم الأحمر والأبيض، تزيدة الغندري الرائعة يحطها حارس الملعب الجيبسي بصعوبة في الركنية. الملعب الجيبسي الغايب هجوميا في 45 دقيقة الأولى توفرت له زوز فرص في نهاية هالشوط. الأولى كانت تزيدة فوق المرمى من هاشم عباس ما يستغلش كرة راجعة من فاروق بن مصطفى، يتدخل بعدها حارس الفريقي خارج مناطقه أمام الشاد الغراب. 0-0 هي نتيجة الشوط الأول، وحيرة على بنك الإفريقي أمام الإهدار الكبير للفرص. شوط ثاني يبدأ قيس اليعقوبي بإقحام إصرار في مكان الجزيري، وجناح الإفريقي في أول كرة يفسخ زوز مدافعين ويسدد سليم الرباعي يبدع في التصدي. الإجابة تجي مباغتة من هجوم ستايدا، يوسف الفوزيعي من مخالفة بعيدة يباغت الجميع. كرة مخادعة تمر أمام الحارس بن مصطفى والدفاع وتعلن عن افتتاح النتيجة للضيوف عكس مجرى اللعب. هدف خلى اليعقوبي يقحم جاك بيسون مكان الوذرفي، والفريقي ينزل بكل ثقله للهجوم. ونعاود ونشاهدوا مرة أخرى سيناريو الشوط الأول، فرص بالجملة لزملاء خليفة والنجيعة غايبة. إسرافي في مكان مناسب يحط كرة فوق العارضة، ثم 1-2 من بيسون وشنيحي، دفاع الملعب الجيبسي يتدخل أمام الجزائري. قبل ما يضيع صابر خليفة زوز كرات ثمينة أمام المرمى، الأولى يتباطأ فيها يختار الترويض على التسديد المباشر، والثانية يفتقد فيها للحظ، كرته الرأسية تتعدى قريبة من القائم الأيسر لسليم الرباعي. اليعقوبي يواصل بحثه على مزيد الحلول لتنشيط الهجومي ويقحم يحيى، ودريدي يحاول استغلال المساحات في دفاع الفريقي بالتعويل على السيفي والمزليني. تغييرات ما جابت حتى جديد للفريقين رغم الفرصة الكبيرة اللي اتيحت للحدادي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. الحاج مبروك يخرج كرة من الشبكة ويحرمه من التعديل، ليحقق بذلك الملعب الجيبسي انتصار تاريخي على حساب الإفريقي، هو الأول ليه في العاصمة مقابل أول عثرة لأبناء قيس اليعقوبي في بطولة هالموسم رغم سيطرته المطلقة على اللقاء. لكن في الكرة السيطرة لا تعني الانتصار. مريت كل ورجة الملعبية اللي معناها كانوا كونسنتري معناها بطولة الأسبوع مالجري اللي صار كله كانوا حظيم شي عملوا رياكسيون. لعبنا ضد منافس محترم جدا النادي الإفريقي كما قلت الملعبية سيفري ربحنا اليوم، ما لازمناش نفرحوا برشا كما في الديفيت ولا في الديسيبسيون ما لازمناش نحزنوا برشا ونهبطوا يدينا. الفريق صراحة اليوم شفتوا أنه أدى أداء كبير برشا، الكرة بونتوات هذاك اللي ما عملناش اليوم، عملنا كل شيء كان أن نسجلوا هدف، وشفنا الخطأ الوحيد للدفاع اليوم مدة أكثر من 100 دقيقة كلفنا هدف. هذه سيناريوهات تصير في كرة القدم بكل صراحة. راضي جدا عن مردود الفريق عامة، يبقى اليوم فما معضلة اسمها التجسيم، مادام فماش نقاط حوافز صحيح الكل باش يتلعب في البلاي اوف، ونتصور أن النادي الافريقي عنده من الامكانات توا سواء بشرية فنية كيت ما بين الثلاثي بعد كلام اخر